مرحبا، حيا 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 ورحب الجميع مشتركين في هذه الحفلة. احمد حجر رئيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا المتهمين في قضيه زهور واخواتها، المتهمين طبعا قدوا خايفين قدوا مفتجئين، خاصه بعد ما اصبحت القضيه قضيه رائعه. فواحد من المتهمين تواصل مع واحد من الناشطات، انا داخل صنعاء، تواصل معها وقال لها انا مسكين، انا ارحم، انا لا اعرف بنات صغار ولا يعني قد مفتجئ ولا اتدخل بنات صغار، صح ان انا يعني كنت اعرف خالة البنات فاطمه قد كنت اعرفها، لانه يعني انا تواصلت معها في التلفون، واحد التالي رقمها وقال اني ريحيه وتواصلت، هذا ما قال، وتواصلت معها ويعني جلست يعني ها. فهي قالت لي يوم من الايام تفضل جي عندي ضيف هكذا، جي خزن عندي، قالت لك في خزن عندي، قال نافع مشي فاطمه شي تفضل خزن عندي بعض العصر انت عندي، وما فرح قال ما جاء الساعه 9 الصبح لو قدو عنده، قالت له 9 دي 9 انا قلت لك بعض العصر، قال ما في في حارتنا هم قد اذنوا، قد اذن العصر، من ادري كيف حارتكم تسروا راجعوا عقل الحال تمام، تامع غير غداء وتامع معسل وتامع كات، دخلوا وتغتوا وخزنوا وجاي اشوف، وقال زيد تفاجأ دخل ولقيت انت بنات كبار مش صغار، بنات قد المالنجي، واحد 30 سنه وواحد عمره يجي 25 سنه، واحد اسمها حناء واحد اسمها امل، قالوا خزنا وشيشنا وانبسطنا و تمام. قالوا جلست لا يوم ثاني كذا وخرجت لبسرت بنات صغار ولا اتدخل بنات، قال انا ابن ناس، انا تخصصي كبار صغار ما مش انا بنات كبار وانف وحنجره، ما شو تخصصي اطفال وهذا، انا النساء وهذا وولاد يعني كبار، قال ما شو تخصصي، قال انا ابن ناس. وبعدين خلاص هي المره الوحيده التي دخلت عند فاطمه قد عزمتني يعني انا اقول لا، وقد عزمتني اقول ما شيء، يقولون انا متكبر، يقولوا ما هذا يعني على الكم متكبر يعني على الكم، حضرت يعني لقيت الدعوه. وبعدين كنت اتواصل انا وفاطمه قد حفت تلفون، ويوم عزمت على غداء في دارس وخرجنا وتغطينا ولوينا و تمام وخلاص، ولا زدت بسرتها، قال ولا زدت شفتها، انا محترم انا ابن ناس، قال بعدها كنا نتواصل غير بالرسائل، قلوب كذا يعني عبي لي كرت، عبي لي هذا، عبي لي غاز، عبي لي وايت، من هذا القبيل تواصلت انا وياها. فالتلفون هو كشفتني زوجتي، قال زوجته كشفتني، بعدها خلاص حنا قلت وكود الرجعوها وشرطت انه يمسح رقمها ويمسح ارقام ال 80 مليون الذي في تلفونه، 80 مليون رقم بنت الذي في تلفونه، لانه ابن ناس ما يعرف شو بنات كثير خلاص، وتاب الى الله ما زد خلاص لا يعرف بنات ولا يعرف كذا، وزد قال بعدين مش غير انا الحالي الذي دخلت، كنت ادخل انت يعني خيرات من الحاره، من وسط الحاره كان يدخلوا عند تي خاله البنات، كان يدخلوا عند كنا ندخل سوا، كيف قلت ما دخلت الا مره وبعدها قلت كنت تدخلوا سوا يا مارب جاحا عوخ مارمش. بعدها من يضح حنان ومني امل، حنان وامل تواجدي، حنان وامل تواجدي، ايوه لقدوهم كلهم على واحد واحد على واحد واحد، لان اللي حصل لان القضيه هذه لا يسكت عنها ابدا، لازم البت في هذا القضيه سريعا ولا عاد انتشر، ايوقع مرض ايوقع الموضوع عادي جدا تمام. اهم شيء قال خلاص وتبت الى الله. بعدين قال ايش؟ قال لي قال بعدين انا زوجها وكان عارف الموضوع هذا وكان داري ان الناس بيصيروا ويدخلوا ويجوا اني اريحي ونونه. شوفوا كيف بيتهمر الرجال، يعني معقوله الرجال مقهور على بناته؟ الرجال مقهور على بناته وعلى الذي حصل مقهور، ولما روح من السعوديه وشاف واحد عندها حصلت مشكله طويله عريضه وكان اتقاتلوا وضلك صح انه كان المفترض
قبل ما تتزوج هذا المرأة خالة البنت هذه يا أخي سألوه، سأل عنها، ربما أن أسرتها أسرة فاضلة ومحترمين، بس البنت يعني المرأة هذا يعني يعجب فال ها يعني الله ينتقمها، الله يصيبها، الله يعدل في زواج. ما قصدش ان انت الان هاربيه وبمن بيهربش وبمن بي يعني تمام ماشي يعني لك جيش اكبر من جيش قد انتوا فاهمنا تمام، ولكن احنا حنوصل باتصالاتنا وتواصلنا مع الناس الكبار حنوصل، وعندنا عينه وعندنا من هو اظهره وعندنا من هم الذي افرجوا على هؤلاء المتهمين وهربوهم وسفروهم عن ادراب كل حاجه. والله ما نسكت، والله ما نسكت، لان اليمن واليمنيين ما يرضوش بالذي بيحصل هذا. اليمنيين واليمنيات شرفاء محترمين متحفظين، ما فيش عندهم اللف والتورن والكذا تمام ايوه. وهذا الذي قد مفتجع يحيى العلكمي هذا، والبقيه هم قد مفتجعين، قد كل واحد مختفي مختفي. وفي منهم على فكره قال ان في منهم في السعودي في جده، وفي منهم ما زالوا في صنعاء، وفي منهم واحد سافر للحديده هاربي، يعني في موجودين هنا، في هنا موجودين هنا في ارض الوطن هذا. يا والله 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 ان انا كاره قلبي، والله والله مفجور، انا مفجور، حرام حرام. والان القضاه مضربي مش فيهم ضرب، صاروا فيهم ضرب عندي لهم دهن وزلي ويتهمون ويرجع كل شيء على ما هو، لا لا مضربي ولا واحد بيداوم ولا في اي محكمه. تعالوا نفضوا وحرب العدم في من قدر القاضي محمد حبران، والله ما عندهمش محمد عادي. مع السلامه، ولا قاضي ولا نشتم لكم قاضي، يلا مع السلامه. البديل موجود، البديل موجود، يلا مع السلامه. بقلع صوفك قرع على حلاكم، خلاص قصبتوا، معكم بيوت، معكم اراضي، معكم سيارات، معكم جنابي، معكم كل شيء، معكم حتى عقارات الخارج، عقارات الخارج. اقسم بالله، اقسم بالله لو انا رئيس دوله ولي صلاحيات، والله لا احقق انا بنفسي مع كل قاضي. من انت ذا البيت هذا؟ من انت ذا العمارة هذا؟ من انت ذا القصر هذا؟ من انت السياره هذا؟ من انت ذا الجنبي هذا؟ من انت ذا هذا؟ كل حاجه، كل شيء، من اين منينه؟ من اين؟ من الله امك معك من جنب ذهب، من اين؟ من اين؟ لا من حبيبي طالب علمك تيلا فعل العسل هذا والهذا والجنبي هذا حاجة تافة، هذا حاجة تافة، ما أي حاجة بالتو بالتو مبالغ. ومشى الكل، مشى الكل، في قضاة وفي وكلاء نيابة محترمين أشرف من الشرف وأعرفهم، وفي قضاة سرك ووكلاء نيابة سرك وأمناء سر سرك. ما هم غلط بلا 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 سرك سرك علينا الرحلة. على العموم نتمنى من الإخوة الذي في المملكة العربية السعودية، أنا عم بطلع صور حق المتهمين، إذا لقيت واحد سلموه سلموه، والباقي علينا. قضية قضية رأي عام، ما عاد شيء. الناس الآن قد بيلجؤوا إلى الرأي العام، استحوا على أنفسكم يا قضاة، استحوا، القضاء يستحي على نفسه. الناس قد بيلجؤوا لنا، بعض الله بيلجؤوا لنا. ليش؟ لان انتم عاجزين، لان انتم فاشلين، لانه همكم الكبير غير صبيت القمار شليت الارضيه هذاك، وقدم يتحاكم هذا مع التعب مع الخمو مع كثر الغنم والبقري واللحوم، ها ورت المليار. طيب 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 ولا والبسمة ولا الغزال اللي تاه مكنت هذا والذهب بينهم تا دولار الزرق، ما عجبني الا زرق، انا روحي دولار الزرق، روحي دولار الزرق، روحي روحي اخي الزرق، روحي الزرق، ما عجبنيش الابيض، الابيض يمثل بساعتي، عجبني الزرق. هكذا قدم فالتي فالتي خلع الله مع كثر العبي ويحلي هنا وحلويات وكذا وعسل والخفاج، وبياكلوا لحم مع عسل، لحم مع عسل، والعشي غير مناورة، الطيط طاط طاط بيتعذر للحكي حكه، والقوارح في عطان في هنا ضرب والنهدين ضرب وهو بيقرحه. لذلك كل شخص وكل قاضي، كل قاضي يحط موقف في موقف ابو البنات،
اعتبرهم بناتك يا قاضي، تخيلهم بناتك. مع سكوتش، مع سكوتش، برد لك من الاراضي، برد لك من الرزاق، ما علينا من الرزاق، برد لك منه. رجع يخرج في شيبه اللي عرضته له الحكا الازرق، يلغلغك عندك غيره اكثر منك، يخرج يقول لك نو شرمتا نو اشتغلي يا قاضية تركي. ايوه، من الشروط الرئيسية في امريكا لان تكون قاضي لازم ان تكون عندك نباهة، وتكون فضل، وذكي، وذكي جدا ذكي، تمام، وان هدفك الرئيسي يكون المواطن، ان تنصف المواطن، ان تنصف المظلوم. في امريكا حتما بي حبيبي يفكروا ويزنوا، تمام، في امريكا. السلام عليكم. اشترك الان في قناة احمد حجر وقيس، وان لم تشترك فاعلم ان الشيطان قد منعك.